السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على المشاريع نتاع التراموي التي تم إنجازها في 7 مدن جزائرية، وهي الجزائر وورقلة وقسنطينة ووهران وسيد بلعباس ومستغانم إذن وأسطيف. إذن كل هذه المدن تم إنجاز فيها تراموي، وكل هذه المشاريع راهي فيه مشاريع نتاع التوسيع نتاع هذه الخطوط، وفيها راهي قيد الدراسة، وكذلك فيه مشاريع أخرى راهي يعني الملفات يعني كانت مجمدة، والآن فيه رفع تجميد على بعض منها، وسوف تنطلق إن شاء الله في الأشهر القليلة القادمة في كل من عنابة وبشار، وكذلك فيه مشاريع أخرى في قيد الدراسة في البوليدة وبجاية وعدة مدن وباتنا كذلك. كل هذه المدن هي تستحق أن يكون لها إذن تراموي، خاصة وأنه تراموي يعتبر أنا بالنسبة لي هو أفضل وسيلة للنقل الحضاري بين داخل المدينة وفي البلديات المجاورة. على أي حال في هذا الإطار حبينا نقدم لكم تقرير كامل وشامل عن هذه المشاريع اللي تمت في الجزائر في 7 مدن هذه، ونخليكم تابعوا هذا الفيديو الكامل والشامل والتفصيلي عن هذه المشاريع وعن يعني الأمل المعلقة في يعني المستقبل لتطوير الشبكة الوطنية تاع الترامواي هذه، يعني وتحسين المواصلات في الجزائر. نترككم تتابعون هذا التقرير الرائع حول الموضوع، والسلام عليكم.
باسورد كديرها منك ديرها الكوكا كاع كيما راهم قال لي داكور ديرها زوج دو بواط فايت سو بون سو شاب لي طوموبيل ديالك زيد 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 دو بواط